راديو دبنجا يقدم الكنداكة. الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قضية حيوية جدا، اللي هي قضية المرأة في مناطق الحرب. واحدة من القضايا الأساسية جدا اللي هي مطروقة، ممكن تكون بشكل واسع. وفي الحلقة دي عايزين نتناولها ببعض التفصيل. وقبل ما نمشي للحوار، عايز أقول إنه كمقدمة إنه المرأة في مناطق الحرب هي في إشكالات أساسية أو خطوط عريضة. هي بتتصل بالسلامة الشخصية بالنسبة للمرأة، بعدم تعرض المرأة دي للعنف الجنسي، إنه هي ما تتعرض للنزوح، إنه هي يكون عندها إمكانية لحرية الحركة، توفير الطعام والمستلزمات بالنسبة لها، والمنزل والماء ومصادر العيش والمأوى. كل الحاجات دي بالإضافة للصحة، الصحة العامة والصحة الإنجابية. المرأة محتاجة تحافظ على الروابط العائلية. شفنا يعني الإشكالات الخاصة بالنسيج الاجتماعي والمشاكل حصلت فيه، ومحتاجين نرتقوا. في إشكالات خاصة بالتربية والإعلام والمعلومات، دي ما متوفر للمرأة في مناطق الحرب. برضو محتاجة إنها هي تحافظ على العادات الدينية والثقافية كواحدة من الموروثات بالنسبة للمرأة دي، وجزء من كيانها، وبيكون جزء من تكوينها النفسي والاجتماعي. محتاجة برضو إحنا يكون في مراعاة للمسائل القانونية المتصلة بوضع المرأة. في تفصيلات جاية في الكلام ده، ولكن ده هو بشكل عام. ونمشي في بداية الحلقة دي لأول ضيفة، اللي هي أستاذة نعمة. مرحب بكم مجددا. وحنتكلم أسي مع زي ما بقول الغنى سمح في خشم سيدو، أستاذة نعمة الحاج أحمد، نائبة رئيس تنسيقية النازحين واللاجئين ولاية شرق دارفور الضعين. حتكلمنا عن مشاكل النازحات. وممكن يا أستاذة نعمة دينا لمحة، ومرحب بك أول، وإن شاء الله طيبين. أهلا وسهلا أستاذة نجمة، وأهلا براديو دبنجة اللي ظلت دائما قريبة من مشاكلنا وبترفع الأحداث أول وأول. فدعوني أبركم أحني كل نساء بلادي على ربو وطرنا الحبيب، وخاصة النازحات واللاجئات اللي لا زالوا في معسكرات النزوح واللجوء، وصورة أخص نازحات ولاية شرق دارفور الضعيم معسكر النوم. المشاكل اللي تعاني منها النازحة، فأنا في تقديري مصطلح نازحة دي براها مشكلة، يعني مهما توفرت كل الحاجة أو فنفترض إنها ما قاعدة تعاني أصلا، لكن كونها نازحة دي براها مشكلة. فتغيلي معي نازحة في دولة تمر بأصعب مرحلة سياسية متغلبة، زائد تذبذبات أمنية، زائد وضع اقتصادي مدهور، فكيف يكون حال إنسان حربت من ديارها الأبي بحثاً عن الأمن والاستقرار ولم تجدها؟ فالمرأة في شرق دارفور أستاذة فضاقت الأمرين، قبل السقوط وبعد السقوط، والنازحة الوحيدة على مستوى دارفور لم تحظب أي ثمرة من ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة، لأنها لا زالت تعاني من وضع اقتصادي رديء جدا، لا زالت تعاني من وضع صحي تعبان، حتى المراكز الصحية الموجودة تفتقر لأبسط المقومات من أدوات طبية ومن طاقم وغيرها. نضيف على ذلك أن النازحين عموما في معسكر النيمة يعتمدون اعتماد مباشر على الزراعة في فصل الخريف، تلقائيا تأخذها تذبذبات أمنية بسبب صراع أو نزاع بين المزارعين والرعاة أو ما بين المزارعين أنفسهم وخيرها. فلذلك فأنا ما دار أتكلم عن مشاكل النازحين عموما، لأنه هنالك بروتوكول كامل أن الناس تتكلمت عنها وناس تتكلمت عنها كثير، لكن أنا دار أخصص الحتة دي للنازحات مثلا. فقاعدين يعانوا أكثر من لأن المنظمات اللي قاعدة تجي عبر مفوضة العون الإنساني ما قاعدة تخصص مشاريع خاصة للمرأة، فممكن تجي مشاريع وبتتنفس، لكن مشاريع قصد للمرأة ما قاعدة تحصل. حتى لو جات فبكون الرجل هو باخذ نصيب الأسد منه، فده أكبر مشكلة قاعدين نعاني منها حاليا، إنه دخول الرجل في كل شيء بتخص المرأة.
واضح إنه طبعا في كثير من الناس بيتكلموا بلسان النازحات وبيتكلموا عن إشكالات النازحات والتعقيدات طبعا واضحة، لكن بتقديرك شنو المدخل اللي ممكن من خلاله الناس تخاطب المشكلة دي؟ الناس تبدأ من وين بتقديرك أنت كزوجة مسؤولة عن التنسيقية بتاعت النازحات وتتكلم بلسان النازحات؟ طيب بالنسبة للناس اللي بتحكي عن مشاكل النازحين، فأنا ما داري أقول إنه الناس دي قاعدة تتاجر بها. ليه؟ لا، لأنه أصلا يكفي إنهم هم حكوا وفي ناس سمعت، وإن كان ما قدروا يقدموا أي حاجة، لكن أنا داري أقول لك إنه من رأى ليس كمن سمع. فأي إنسان عايز تقرير مثلا أو داري يعرف المشاكل فما يسمع، عادي إنه نحن في مشاكل يعني مفتوحة تحت أي لحظة، ونحن قادرين إنه نوصلكم بيت بيت عشان تعرفوا المشاكل والحاجات اللي قاعد تعاني منها المرأة وأنفسكم. مرة ليس كمان سمع. وأنا تقديري بالنسبة لأنه الناس تبدأ من وين، فالناس الحاجة دي ما محتاجة إن الناس تبدأ من وين مثلا، فالمشاريع موجودة والمعاناة واضحة، فالناس عليها إنها تقوم وتباشر فقط. أستاذة نعمة الحاج، طيب كتوصية أخيرة منك كنائبة رئيس تنسيقية النازحين واللاجئين ولاية شرق دارفور، عايزين منك توصية أخيرة فيما يتصل بمسألة النازحات. بالنسبة للتوصيات، ف عاجلا المرأة في الناس في شرق دارفور محتاجة لمراكز تدريب وتأهيل، محتاجة لمراكز تنمية قدرات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، تمليكها وسائل مضرة للدخل، محتاجين لمراكز مهو الأمية. فدي الحياة دي يا ريت لو في جهاز ذات الصلة وصلتها إنها تباشر فيها، لأن الناس حكت كثير عن المشاكل ودائما الناس تسأل وتحكي، لكن ما في حاجة قاعدة تترجع. التقارير تترفع ما أعرف أنا قاعدة تمشي وين، لكن ما قاعدة تترجع في أرض الواقع، ما قاعدين نبقى. لكن أتمنى إنه المرة دي إن الناس تفكر بشكل جاد، أو الجهات ذات الصلة إنها تحاول تعكس لنا الحياة دي بشكل واقعي وفي زمن قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا، نتمنى ان التوصيات دي تصل يعني للناس اللي هم مفترض يكونوا في موقع اتخاذ قرار، ونتمنى انه القضية تمشي لقدام ومزيدا من المجهود، وربنا يعينكم ان شاء الله يا استاذة نعمة. كتر خيرك على المداخلة، شكرا. مرحبا براديو دبنجا، أنا سعدية علي آدم، صحفية وأستاذة إعلام بجامعة الفاشر، مهتمة جدا بالمرأة النازحة والمرأة عموما في دارفور. عايزة أتكلم عن المرأة ووضعيتها بعد الحرب وكيفية مشاركتها، ولا الدور الذي ينتظرها في مرحلة بناء السلام. كإعلامية عكست، ولا كصحفية مهتمة بوضع المرأة في دارفور عموما عكست في تقارير مختلفة، هو السقط للمرأة النازحة وكيف هي اتجاوزت البتاع المشاكل اللي واجهتها بعد الحرب، وأصبح وحدات أصبح الناجحات ووثقت متاع وثقت أيضا لنضال المرأة في مناطق الحروب ومشاركتها في عدد من مشاركتها في عدد من الأعمال اللي هي نجحت فيها. وكصحفية برضو عملنا عدد من المبادرات بالتعاون مع الزملاء، مع عدد من الزملاء في الفاشر، وقمنا بزيارات في السابق طبعا لعديد من المحليات اللي واجهت ظروف صعبة. مثلا مرة زرنا محلية دار السلام بعد العودة الطوعية والمشاكل اللي واجهت النازحين بعد عودتهم لقراهم، والكلام ده كان تقريبا 2017، وسخنا لهم وهم كيف الاشكاليات اللي واجهوها والحياة اللي بتاع اللي هم يتوقعوا انهم بتاع يلقوها في زي ما وعدتهم الجهات اللي بتاع ودتهم، والحياة اللي لقوها واللي ما لقوها، والمشاكل اللي واجهت المياه من المشاكل المتمثلة في نقص المياه، ووضع بتاع الامن برضو كان بتاع يعني شوية كده كان صعب في الوقت ده. فكل الحياة دي وثقنا لهم في تقارير مصورة وفي تقارير بتاع كتابة كتابية، ووثقت برضو للبتاع للمهن المختلفة اللي بيشتغلوها النساء في دارفور. هي مهن بعض مرات بتكون صعبة، مثلا وثقت للمرأة اللي بيعملوا في المواسم في مواسم الخريف في الزراعة، هم بيمشوا من المعسكرات بيتوا عالات من الأمياء وبيشتغلوا في الزرع وبيحرسوا وبيعملوا كمية من الحاجات الشاق، وبعض مرات بتواجههم مشاكل في وهم قاعدين في الخلا براهم وكده، وسخت لهم ايضا. والمرأة برضه اللي بيمشوا ويحتطبوا بيجيبوا الحطب عشان يستخدموها في الطبخ وكده، وده كمية من الحاجات اللي بتواجه بتاع النساء عموما في المعسكرات ولا في الغرى والأرياف والهامش والحتات البعيدة، في كمية من الإشكاليات بتواجه المرأة عموما هنا. ف
فنأمل إنه بتاعنا الناس بعد مرحلة السلام إنه ننجح حلول ومعالجات مهمة جدا عشان نحن نساعد النساء في عملية إنهم يلقوا بتاع يلقوا لهم مهن شوية بتليق بكرامة النساء عموما في دارفور ولا في السودان عموما. تحياتي لكم، شكرا كثير. طبعا احنا ذكرنا مسبقا انه النساء وضعهم معروف انه لما يكون في توترات هم بيعانوا اكتر وهم الاكثر معاناة، ودي حاجة بديهية. وفي مداخلة عن احداث الاخيرة حصلت في النيل الازرق، معانا استاذ سيف النصر من الله، ناشط مدني. وبنسألك يا استاذ نصر، اول حاجة مرحب بك كثير. مرحبا سلام. عايزين نعرف شنو اللي حصل مؤخرا في النيل الأزرق، وأوضاع النساء مؤخرا هناك كانت كيف؟ أول حاجة شكرا لك وشكرا لكل السادة المستمعين والمتابعين لرياضة بنغا. هو طبعا زي ما العالم كله تابع من خلال الأجهزة الإعلامية الرسمية والغير رسمية الأحداث المؤسفة اللي حصلت في إقليم النيل الأزرق، هي مواجهات يعني وصراعات قبليه داميه يعني راح ضحيتها عدد كبير جدا جدا من الشعب السوداني. ويعني هي احداث مؤسفه تماما، تاكد يعني انه فعلا السودان ده يعيش يعني اوضاع محتويه كبير جدا جدا في ظل تنامي خطاب الكراهيه والعنصريه وعدم القبول بالاخر، وفي ظل غياب مؤسسه الدوله المفترض يعني تكون هي عندها القدره للتدخل في حال يعني شعور بانه ممكن تحصل مواجهات ما بين المجتمعات المحليه. وفي وضع زي ده نحن قاعدين نقول انه النساء، المراه بتفقد الاب، بتفقد الاخ، بتفقد الزوج، بتفقد الابن من الجانبين، فما هو رايك في المساله دي وكيفيه التصدي للقضايا الخاصه بالمراه في الحاله دي؟ طبعا النساء عموما يعني في دائما في اي نزاعات دائما هم يكونوا هم الضحيه الاكبر، هم يكونوا هم الحلقه الاضعف دائما في اي نزاع بيحصل، في اي صراع بيحصل، لان هي اللي بتفقد ابوها، اللي بتفقد اخوها، اللي بتفقد ولدها، وممكن الانتهاكات الجسديه والانتهاكات الجنسيه اللي ممكن تحصل في ظروف زي كده دائما بتقع المراه باعتبارها يعني الحلقه الضعيفه. فالاحداث القبليه دائما بتكون المراه هي من اكثر الفئات عرضه للانتهاكات بشكل او 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 باخر. فانا بفتكر انه الاحداث اللي حصلت في الـ في الـ في الاقليم ولطبيعة الأطراف المتنازعة، يعني مثلا مجموعة الهوسة زي ما بنعرف إنه نسبة عالية جدا جدا من النساء خلال متابعتنا للإجلاء المتقاتلين، إنه في مجتمعات يعني النساء فيهم بيشكلوا أغلبية كبيرة. برضه في مجموعات الفونيا الهمج اللي كان جزء من المواجهات اللي حصلت في الأيام الفائتة، برضه النساء هم بيتعرضوا لضرر يعني كبير اذا كان جسدي او اذا كان يعني نفسي. فالناس محتاجه لانها يعني تعلي من القيم حقوق الانسان واحترام النساء في مثل هذه الاوضاع. يعني في اتفاقيات دوليه كبيره جدا جدا بتضمن سلامه المراه والاطفال والشيوخ والمدنيين العزل عموما في اي نزاعات مسلحه. وهل حصل يا استاذ سيف تدارك للمساله دي من المجتمع المدني حاليا في الفتره اللي فاتت؟ والله المجتمع المدني يعني دخل بأدواته البسيطة في المواجهات كبيرة بالأسلحة النارية، ودخلنا وواحدة من الحاجات اللي اتعملت فتح عيادة حتى الدعم النفسي في معسكرات النزوح، وكان يعني عدد كبير جدا جدا من النساء هم اللي كانوا جزء من المجموعات اللي محتاجة لدعم نفسي. وبرضه تم إجلاء، يعني الإجلاء تم برضه في مناطق القتال، كان برضه لنسبة كبيرة من النساء، وده ممكن يكون المجهود بدل المجتمع المدني في انه يقدم الدعم النفسي والارشاد النفسي للمجموعات دي. هم شافوا الفظايع دي، هم شافوا الاحداث او النتائج المؤثره اللي حصلت في الحرب. فانا افتكر انه الدعم النفسي اللي فتح في المعسكرات كان واحده من تدخلات المجتمع المدني، وظهرت نتيجته من خلال اقبال عدد كبير جدا جدا من النساء للعياده حقت الدعم النفسي والارشاد النفسي في التمازيغ. خطوة موفقة، ونتمنى مزيد من العمل من أجل النساء في مناطق النزاع. شكرا لك كثير أستاذ سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بابكر سيليك المحامي، سعيد جدا أنه باستضافة راديو دبنجة.
العملاق في موضوع هام جدا والله. أنا موضوع شايفه إنه هو أهم المواضيع اللي ممكن تطرح في الساحة العالمية، ألا وهو يعني الحماية القانونية أو وضع المرأة في زمن الحروب والنزاعات. وطبعا في النزاعات اللي بتحصل دي وضع المرأة والطفل هو يكاد يكون مرتبط ببعض، والقانون الدولي كفل لهم حصانة وحماية كبيرة جدا جدا بصفتهم أشخاص مدنيين يجب تجنيب ويلة الحرب. هم ناس بيعيشوا في الظروف دي، يعني هي ظروف استثنائية، حروب ونزاعات وقتل وقمع ومعسكرات وكده. هذه الحماية اللي كفلها القانون الدولي بتتناسب مع حقهم في الحياة. والكلام ده يمكن جاء استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة سنة 49 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. فالمادة 27 منها بتوجب احترام الأشخاص وشرفهم و يعني عقائدهم عاداتهم تقاليدهم، وبتوجب كمان معاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم ضد العنف والتهديد وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم، وبالذات إذا كانت هذه الممارسات تقوم على الإثنية البغيضة. طبعا المادة 51 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف 77 وهي متعلقة بالمنازعات المسلحة الدولية أوجبت يعني حماية عامة ضد أخطار العمليات العسكرية اللي بتحصل في النزاعات العسكرية دي، مع مراعاة بعض القواعد زي عدم استخدام المدنيين كأهداف للهجوم العسكري. فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان متعلق بحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة. هذا الإعلان بيحظر مهاجمة المدنيين وألزمت الدول على أن تجنب النساء والأطفال ويلات الحروب الحاصلة دي والنزاعات العسكرية المختلفة. فأي عمل قمعي يعتبر من الأعمال اللا إنسانية زي التعذيب، زي الاعتقالات، زي الأشياء الجماعية اللي بتحصل في وقت الحروب دي. فقالت إنه هؤلاء لا 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 قالت إنه النساء والأطفال وكده ما بيجوز حرمانهم من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية اللي هي دي الحاجات اللي وردت في أو نسميها أحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. فهي فترة بتاعت حروب، فترة استثنائية، فترة بيكون فيها المدنيين ضعاف وأكثر المدنيين ضعفا هم الأطفال والنساء، ولذلك القانون الدولي كان حريص جدا جدا على حمايتهم في هذه الظروف الاستثنائية. ولسه يعني احنا محتاجين لتشريعات تقدم حماية أكبر وتلزم الدول والأطراف المصارعة بأنها تحترم إنسانية المتضررين من الحروب دي من النساء والأطفال. شكرا لكم. كنت معكم نجدة منصور في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة، واتكلم البرنامج الليلة عن أوضاع النساء في مناطق النزاع، وبالتحديد ركز على النساء النازحات. تمت مناقشة المسألة من عدة جوانب. إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.